شاء الله كل عام حين بخير، رمضانكم مبروك، وإن شاء الله تصوموا بالصحة. في رمضان حسب تصرفاتنا مع الماكلة ومع النوم مع الحركة نجموا يما نحسنوا في الصحة متاعنا في رمضان، وإلا زادا نجموا نضروا الصحة متاعنا على حسب تصرفاتنا. عادة في رمضان أكثر حاجة تنجم تقلق العباد وفي الأيامات الأولى هي وجيعة الرأس. وجيعة الرأس ناتجة عادة على أربع حاجات، يا إما تكون نقص في السكر في البدن، يا إما نجم نقص في الكافيين، نجم يكون نقص في النيكوتين العباد اللي تتكيف، وإلا فما زادة الفورماسيون بتاع الكورسيتونيك يسميهم في البدن، اللي هو أنه البدن ياخو السكر مش حم، كي ذوب الشحم ويطلع منه السكر يطلع الكورسيتونيك والكبدة، وإذا كان نجم يسبب وجيعة الرأس. باش نتفاداو احنا الوضعيات هذوما متاع الوجيعة فما حاجات نجمو نعاونو بها مرواحنا. أهم حاجة هي نقومو نتسحرو ونعملو وجبة كاملة في السحور، يعني فيها نشويات، وجبة فيها بروتينات والماء، واللي يلزم يشرب قهوة يشرب قهوة وقتها، هكاك نجمو نضمنو اللي المرحلة الأولى متاع النهار تتعدى من غير وجيعة. نرقدو مليح زادة، لازم النوم باش نشبعو بالنوم لنقصنا وجيعة الرأس. وفي حالات برغم الاحتياطات هذه الكل فما وجيعة تنجم تقعد، وقتها نجمو ناخذو دواء متاع وجيعة الرأس باش نعاونو بيه رواحنا. إذا الوجيعة مازالت قوية وغير عادية وطولت بينا، يلزم نتصلوا بالطبيب المباشر متاعنا وناخذوا راوي وهو يقوم بالحاجات اللي لازم يقوم بها. إن شاء الله رمضانكم مبروك.